مرحبا أصدقائي، بهذا المقطع الفيديو راح نحكي عن مفاضلة جديدة بجامعة جديدة. الاسم شوي غريب، كريكلارلا من برستس، فالاسم ما أدري كيف صاير. المهم هون نضع الاسم بالإضافة للكنية، طبعا هاي أول خطوة من التسجيل. رقم جواز صفر أو الكملك، الجنسية، اسم الأب، اسم الأم، تاريخ الولادة، اليوم، تاريخ، السنة، مكان الولادة، الجنس، عنواننا بدولتنا الأساسي، عنواننا بتركيا، رقم الهاتف، رقم هاتف آخر، الإيميل. بعدين نطلع على الخطوة الثانية. الخطوة الثانية اسم الثانوية، نوع شهادتنا، أول كلمة علمي، أدبي، مسلك اللي هي بتكون المهني وإلى آخره، مثلا سايسيا. نظام علامتنا من 100، إذا كان من 100، من أي دولة؟ تركيا مثلا. أي مدينة؟ كم سنة درسنا؟ إلكو كلو أرطاو كلو ليسا، يعني من الابتدائي حتى الثانوي، 12 سنة و 13 سنة. أي سنة خلصنا؟ 2017. ديني كليك بلجانيز. هون مين الجهة اللي منحتنا ديني كليك بلجاسم؟ هون بالنسبة اللي معه وثيقة التعديل اللي هي معادلة الشهادة. اسم الجهة هي غيره، بتكون الملية المدولية. وهون رقم الوثيقة تبع التعديل، إذا ما عندي هون بتكون فارغين. بعدين هون اللغة التركية، إذا معي شهادة، ما معي شهادة بخليه فارغ، معي شهادة بحط مثلا جيفير. مين الجهة اللي منحتني الشهادة أو المركز؟ حط اسمه. بعدين هون معدلي بالثانوية، كمان معدلي بالثانوية، أعطي التالي. هلأ هون بالنسبة لاختيار التخصصات بالجامعة، اسم الكلية، بعدين هون التخصص. هلأ في فلسفة، فلسفة، وهون في هي العلامة حكينا عليها، إنه هي كنجرتم، هي بتكون الدوام مسائي، طلب السوريين أو سوريين فلسطينيين غير معفيين من هاي الأفرع اللي بيكون عليها هاي العلامة. اخترت التخصص، ماضي إضافة، وهيك حتى خلص من اختيار الرغبات اللي بدي إياها أنا. تمام. بعدين بنعطي نروح على الخيار الخامس، تمام، اللي هي الخطوة الخامسة. هون شوفوا هون شو مطلوب منا نحمل. أول شيء صورة شخصية، اثنين نحمل صورة عن الشهادة، تمام، طبعا الأصلية اللي باللغة العربية. ثلاثة نحمل ترجمة الشهادة. أربعة نحمل جواز السفر. خمسة نحمل ترجمة جواز السفر. ستة واللي هو كشف العلامات. طبعا كلهم إجباريات أنا لازم أحطهم، تمام، مثل ما الجامعة وضحت لنا. طبعا اللي ما معه جواز سفر بيضع الكملك. بعدين نعطي انتهى، هون معطي موافقة، تم تحميلهم، وهذا رقم التسجيل بالجامعة، أعطي موافق. تمام، ظهرت أمامي جميع المعلومات الخاصة فيني. تمام، هون هاي، هون لما ندخل عليها هاي إشلام، هاي هون المعلومات الشخصية، معلومات الثانوية، نتائج الامتحانات الموجودة عندي، التخصصات، الملفات اللي انا حملتهم، اخر الشيء هون في النتائج.
طبعا بعد ما عبينا كل الحقول بنوصل لآخر خطوة، نضغط هون تمام. راح ينزل هلا عنا الابليكيشن تبع التسجيل. هلا هون شو مطلوب منا؟ صورتين شخصية بالإضافة صورة الشهادة والترجمة تمام. طبعا تكون من المدرسة أو من البلدية، أو يعني اللي تكون ترجمة مصدقة. بالنسبة للطلاب الأجانب يا أما من القنصلية يا أما من النوتر. بعدين جواز سفر أو الكملك الأصلي مع العادي تمام. طبعا لتاريخ 4/6 معنا وقت حتى نرسل الأوراق على البريد. طبعا هي الجامعة التسجيل فيها لازم يوصلوا إلى بريد الجامعة حتى الجامعة تاخذ الاوراق. هذا هو الابليكيشن تبع التسجيل. نحط هون توقيعنا، هون التاريخ مع الاوراق اللي ذكرتها المطلوبه، ونبعتها على البريد لهذا العنوان اللي موضح امامنا هون تمام. هي الاوراق اللي لازم احنا نحطها مع الطلب، كلها بنحطها بملف واحد وبنرسلها تمام للعنوان اللي موضح هون. وهيك بيكون انتهى التسجيل بهي الجامعة. بتمنى لكم كل الخير وكل التوفيق. كان معكم علي النبهان.